دكتور محمد صالح، عميد مركز الشراطة والبحوث الطبية أكاديمية السبات. في الحقيقة الأكاديمية يعني يرجع تاريخها في مجال العلوم الإدارية تقريبا 60 عام، وتحديدا منذ منتصف القرن الماضي نشأ المعهد القومي للإدارة العليا، وكان هدفه الأساسي أن هو ينمي القيادات الإدارية في مصر، خاصة مستوى مدير عام أو وكيل وزارة أو سكرتير عام محافظة أو سكرتير محافظة أو رئيس مدينة. ثم غير اسم المعهد القومي إلى أكاديمية السادات في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وما زالت الأكاديمية حتى اليوم تمارس مهامها وأنشطتها في كافة العلوم الإدارية في مصر. والأكاديمية 8 فروع موجودة في إسكندرية، وموجودة في بورسعيد وفي طنطا وفي المنصورة وفي ديكيرنس وفي أسيوط وفي المنيا، وطبعا في القاهرة لها فرع في رمسيس ومركز الرئيسي هنا في المعهد. وفي الحقيقة فكرة المشروع نشأت من مبادرة من الأخ الدكتور أحمد إبراهيم في مؤسسة القادة، إن هو طلب إن احنا نتعاون مع الأكاديمية بما لها من خبرات متراكمة في العمل الميداني والتنموي والإداري. فنشأت فكرة المشروع إن احنا نحاول نقدم ونؤهل مجموعة من الشباب في مصر لتولي المناصب القيادية والشعبية والتنفيذية والبرلمانية في مصر في المرحلة الحالية والقادمة. مصر تعرضت لثورتين على مدار 3 سنوات كانوا من أنجح الثورات على مستوى العالم. قدر الشعب بنفسه يصحح مسار الثورة من 25 يناير في 30/6 في قرابة حوالي أقل من 2 سنين. قدر الشعب يختار وغير مساره، بقى له رئيس منتخب بأغلبية كاسحة من الشعب المصري. والمرحلة التالية أن نحقق الاستحقاق الثالث من خطوط الطريق، وهي الانتخابات البرلمانية. هذه الانتخابات البرلمانية وما يتلوها من انتخابات شعبية محلية هي قاطرة التنمية في مصر. لو تم إجراء انتخابات شعبية محلية وقبلها انتخابات برلمانية سليمة، هذه الانتخابات وهذه الكوادر النتيجة من هذه الانتخابات هي التي سوف تحدد موقع مصر على الخريطة العالمية في السنوات القليلة القادمة. بمعنى حضرتك، لو أنا قدرت تجيب قيادات شعبية ناجحة وقيادات شعبية محلية ناجحة أيضا، فهذه المحلات سوف تجيد استخدام موارد الدولة العظيمة مصر صاحبة الحضارة والتاريخ والعراقة والأصالة. لو تم استخدام هذه الموارد بشكل جيد، سوف تنتقل مكانة مصر على الخريطة العالمية إلى مكانة متقدمة جدا. وإحنا متفائلين إن شاء الله بهذا الشعب وبهذه الإمكانيات وبهذه المرحلة اللي إن شاء الله جديرة بها مصر. مصر لها تاريخ عظيم، لها مكانة عظيمة. كان حاضر معنا امبارح في الافتتاح سفير دولة غينيا في ورئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، اتكلم حقيقي كلام يقشعر له الجلود عن مصر بتاريخها وحضارتها وعراقتها. فمصر دي بلد عظيمة، بلد صاحبة حضارة علمت العالم كله. إن شاء الله هذه الكوادر وهذه القيادات اللي احنا بنحاول نجهزها هي الجديرة بأن تخوض قطرة التنمية في مصر خلال السنوات القادمة. عشان فعلا تبقى سواء عضو مجلس محلي ناجح، أو أنا مش عايز أقولك أشتبه ناجح، أنا سوري عايز أقولك توصل إزاي تبقى عضو الأول. يعني بلاش نتكلم عن الضوء وإحنا لسه بلاش، يعني عايز أقولك إزاي أنت النهاردة لو أنت بتخطط تبقى عضو مجلس محلي أي كان المستوى. طبعا حضراتكم عارفين عضو مجلس محلي في 4 مستويات، تبدأ من فوق عضو مجلس محلي محافظة، وده من حقه يتكلم في جميع قضايا المحافظة من حدود المحافظة الرابعة تكلم في أي قضية. تحتيه مباشرة عضو مجلس محلي مركز، بعد عضو مجلس محلي مركز عضو مجلس محلي مدينة، وبعد عضو مجلس محلي مدينة في عضو مجلس محلي قرية. دول 4 مستويات تنظيمية لعضو مجلس محلي. يعني ما هو الحي سوري ما مش حي، في محافظة وفي مركز وفي حي وفي مدينة وفي قرية، هما 5 مستويات. ده كل مستوى بيتكلم في المستوى اللي تحتيه. يعني ممكن الحي يتكلم في مشاكل الحي، لكن المركز يتكلم في مشاكل كل الحي بالإضافة للقرى. عضو مجلس محل المركز يتكلم في قضايا المركز بالكامل بما فيها من قرى، لكن عضو مجلس محل القرية يتكلم في قضايا القرية فقط. إزاي بقى أو إيه المقومات أو المواصفات أو المتطلبات عشان تقدر توصل تبقى عضو مجلس محلي سواء محافظة أو أي كان مستوى أو حتى عضو مجلس شعب؟ فهنقول بس تنويه سريع كده فتحة شهية وبعدين لو في حاجة نتكلم فيها. انا في الحقيقه انا قاعد كده عملت يعني كده كام نقطه بشكل سريع، فعايز اقول بروح مقومات شخصيه. مقومات شخصيه يعني ايه؟ لازم يبقى انت عندك مهارات شخصيه في حد ذاتك. ليه؟ طبيعه تحركك هيخليك تتعامل مع سوري من الزبال للوزير. ما كانش عندك شخصيه مرنه تستوعب جميع هذه الفئات من حيث عاداتها وتقاليدها وافكارها واسلوبها ولبسها وشكلها، هتشوف كل حاجه.
هتشوف اللي مطور شعره وهتشوف اللي حالي زيرو، هتشوف المرقبه وهتشوف المحجبه وهتشوف اللي لابسه قطر، هتشوف الشاب اللي هو معرفش لابس وسط ومعرفش ايه، وهتلاقي هتشوف البيع ولابس بدله والشيك المحترم. فمقاومتك الشخصيه لازم يبقى شخصيتك المرونه انك تقدر تتعامل مع كل الفئات المختلفه. ده من حيث المبدا. مقاوم تاني لازم يبقى عندك مقاومات ثقافيه. ثقافيه اقصد بها ايه؟ لازم تبقى فاهم ثقافه وعادات وتقاليد المجتمع. لما تتكلم مع مجموعه من الحنفيين تعرف تتكلم معاهم ازاي؟ لما تتكلم مع اساتذه الجامعه تقدر تتكلم معاهم ازاي؟ لما تتكلم مع سواقين توك توك وممكن يبقى دورهم مهم جدا معاك، وممكن تبقى انت عارف ان سواق توك توك وسواقين التكاتك زملائك اللي نجحوه ويوصلوك لمجلس محلي. عفوا انا مش بقول لك انا نوع السخريه، انا بتكلم حقيقه. ممكن تبقى انت سوري راجل سبان وزملائك الزبائن هم اللي يوصلوك لمجلس محلي. لازم يبقى عندك ادراك جيد وعميق لعادات وتقاليد المجتمع. فمن حيث المبدا انت عشان تبقى تمثل المنطقه بتاعتك هتضطر تقسمه. وانا جاي بعد شويه الكلام ده في التنظيم. في التنظيم لازم تقسم المكان بتاعك لقطاعات. كل قطاع له طبيعه معينه، له عادات، له تقاليد، له لغه لازم تفهمها. ما فهمتهاش مش هتقدر توصل هدفك، مش هتقدر توصل اللي انت عايزه. فلازم افهم لما بتكلم مع شيخ عرب ومع قبيله وفي باب وفي سينا غير لما اتكلم حد في باب الشعريه وفي سينا زينب او في حسين او في مصر الجديده. مختلفه تماما، اللغه مختلفه تماما. هناك في زعيم القبيله والقائد الكبير للقبيله وخمس ست كبار هم ماشيين في الدنيا كلها. لكن هنا في القاهره انت ما تحكمش، عفوا مش هقول جارك، ربما يكون اولادك في البيت في خمس ست اب وخمس اولاد كل واحد فيهم بيقعد مرشح وكل واحد له وجهه نظر. هنا ياتي دور فكره الثقافه انك تبقى فاهم كويس قوي ايه المواريث الثقافيه والتقليديه اللي بتحكم دايما.